أولا لكل حادث حديث، هذه أول ثاني أولا. ثانيا إيمان فعلا تعرضت للحجرة، كل شيء يدار في الرياضة ولا في شيء كان عنده خلفية، عنده خلفية سياسية، لكن الخوف مش من البراني، الخوف من اللي جنبك، وهي هضرتها. كاين ناس ابناء جلدتها اللي كانوا يكومونتيو في تعليقات تسيء لها، لكن الشعب الجزائري حتى المهاجرين تاعنا في المهجر بالعكس، هذا الشيء خلى يلتف وراها كل الشعب الجزائري وبما فيهم رئيس الجمهورية اللي اهتف عليها، يعني كلمها هو شخصيا هي وإيليا. يعني هذا دليل أننا وراء هذه البنت اللي رفعت الراية الوطنية في فرنسا. إذن يعني كل شيء يهم سنكون معها احنا بطبيعة الحال. ودرت أول بيان درته نهار صارت الحادثة هذه في الصفحة تاعي.